ده. في سؤال عايز اساله لك قبل ما عشان الوقت بيهرب مني. اتفضل. للاسف يعني ما بيوحشكش التدريب؟ يعني الاسم الكبير ده في عالم التدريب في تاريخ مصر ما بيوحشكش؟ ما بتقولش مثلا لا ده انا عايز انا مش بيوحشني التدريب ليه؟ لان انا بنتقد التدريب. يعني مش بنتقد يعني بهجم عليهم، لا يعني احنا التدريب مدارس، وكل واحد اللي بيبقى عنده قناعه، زي اللي بيتعلم مثلا، زي اللي بيروح كليه هندسه، زي اللي بيروح كليه الطب، زي اللي بيروح كليه مثلا حقوق، دي مدارس بتتعلم، وانت من خلال تعليمك وثقافتك بتعلم الاجيال اللي طالعه. فالاجيال اللي طالعه دلوقتي فيها مشكله، ان كل بيت في مصر او كل شقه في مصر عايز اولادها يبقوا لعيب الكوره، وده مستحيل. يعني مستحيل، لان اذا كان واحد يعني موهوب وعنده الموهبه هو يفرض نفسه وشخصيته على المدرب، ده حاجه تبسط. لكن مش ممكن يكون حد قليل وانت بتحبه او بتحبه او علاقتك طيبه باهله وعايز يبقى لعيب كوره، مستحيل حد يلعب كوره. دي المهنه الوحيده اللي محدش، زي يعني معظم المهن، هي مهنه محدش يخشها غير الموهوب، زي المهندس، زي الدكتور طبعا. لكن الدخلاء على الكوره يقللوا من حجم الكوره ومن قيمتها. مين اكتر مدرب مصري دلوقتي بيعجبك في مصر؟ عندنا جيل كويس. انا عارف، بس انا ولو اعتبرناهم ان هم كلهم كويسين، بس اكتر اسم انت والله كلهم يعني حسام علي ماهر، تامر مصطفى، مين تاني كويس عندنا؟ طارق يحيى مدرب كويس، اسامه نبيه مدرب كويس، محمد يوسف مدرب كويس، في المدربين عشان ما انساش عشان يقول ما جبتش اسمي. كلهم كويسين. تدي مين لقب ملك النص في الوقت الحالي ولو هتدوره مؤقتا؟ يعني مؤقتا بس مش بنفس الطريقه اللي كنت بلعب لا بيها. لا مش بقى ملك النص اللي هو ايه، خدوا الموسم ده انت ملك يعني النص. يعني في ده. احنا عندنا اتنين لعيبه كويسه جدا في نص الملعب محدش حاسس بيهم، محدش مديهم حقهم. دونجا ومروان عطيه. هما افضل اتنين واكتر اتنين بيلمسوا الكوره في وسط الملعب، واللعيبه كويسه جدا. لكن مكانهم مش مخليه مبدع. بيخليه بس دورهم مؤثر فني. هو ناحيه فنيه وموظف. حاضر. موظف. قالوا لي هنختم بسرعه، بس عايز افضل لاعب في مصر في الوقت الحالي. افضل لعيب في مصر زيزو. زيزو.